أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منفذ كرم أبو سالم أمام شاحنات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية، حيث لم يستقبل معبر رفح البرية اليوم أيا من شاحنات المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها والتي كانت متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين. في الوقت نفسه حذرت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من استمرار مسلسل التجويع للمدنيين داخل القطاع بسبب التناقص الشديد لدخول الشاحنات الغذائية والدوائية، والذي أدى إلى تفاقم المجاعة وانتشار الأمراض. المزيد يطلعنا عليه زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. في متابعة جديدة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نرصد مشهد المساعدات الإنسانية، حيث لم يستقبل معبر رفح البري على مدار اليوم أي من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، سواء الإغاثية والغذائية والتي تحمل أدوات طبية وغيرها من يحمل أيضا مشتقات بترولية على مدار اليوم، وذلك وفقا للحالة المستمرة من التعنت الإسرائيلي خلال الأيام السابقة. نتحدث عن تقليص للشاحنات في عدد من الأيام السابقة، وأيضا رفض وتباطؤ وأيضا إجراءات تعسفية في عدد من الأيام، وإغلاق المعابر كما حدث اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحالة المستمرة أدت إلى استمرار اصطفاف الشاحنات على جانبي الطرق المؤدية من مدينة العريش، وتحديدا من طرق مطار العريش إلى مدينة الشيخ زويد، ومن ثم إلى مدينة رفح، لتدخل إلى المعابر التي لم تستقبل على مدار اليوم أي من هذه الشاحنات. هذه هي المتابعة، وأعود إليكم.